وضيفنا اليوم رسام الكاريكاتير هلال المرقب، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم هلال. أهلا وسهلا أستاذ أفنان، إن شاء الله يكون خير. أهلا وسهلا فيك هلال. طبعا مجموعة أسئلة بنبدأ فيها خفيفة وظريفة، بعدين بنبدأ نرجع للأسئلة والنقاش، فمستعد؟ إن شاء الله، تفضلوا. أول سؤال كالعادة، أوصف نفسك بكلمة. أوصف نفسي بكلمة، يعني إيش أقول؟ مناضل، مثل أي يمني. جميل. متفائل. جميل. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ هي مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر. نعم. وواتس. أجمل مكان زرته في حياتك؟ الفيسبوك وتويتر. لا، مكان أجمل مكان زرته في حياتك؟ مأرب عرش بلقيس. جميل. ومكان تتمنى زيارته؟ هو عرش بلقيس، لم أزر أي مكان خارج اليمن. وبالمقابل تركيا إن شاء الله. أتوقع. طيب، شخصية تتمنى مقابلتها؟ أتمنى مقابلة الرئيس عبد الرب منصور هادي في اليمن إن شاء الله. إن شاء الله في اليمن كمان. جميل. طيب، أكيد في اليمن، في صنعاء إن شاء الله، في العاصمة صنعاء إن شاء الله. شخصية داعمة لك؟ لا يوجد شخصية معينة، لكن في أشخاص دعموني وقفوا معي، لا أنسى أن أشكرهم كلاً باسمه ولقبه، يعني كثير جداً دعمونا، وحتى بالكلمة، حتى هي لا يعتبر دعم لكنها مواساة، شكراً جزيلاً لهم. ولا أنسى الأستاذة توكل كرمان. رائع، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. طيب، مجال دراستك هلال؟ الإعلام، علاقات عامة. لحظة سعادة عشتها؟ لحظة السعادة هي يمكن أنه لما خرجت من يعني لما خرجت إلى لما وصلت إلى عدن قبل سنة ونص، خرجت من صنعاء إلى البلاد، ومن البلاد جيت على عدن. كانت أفضل لحظة عشتها بحياتي، أني خرجت من الانقلاب ومن الاعتقال. جميل، الحمد لله على سلامتك. طيب الآن، من هو باختصار، من هو هلال؟ هلال حسن المرقب، رسام كاريكاتير، إنسان عادي جدا، مثل أي شباب من شباب الثورة. نعم. طيب هلال، كيف بدأت في فن الرسم؟ نعم. كيف كانت بداياتك؟ بدايتي كان أذكرني كنت أرسم المدرسين أيام الدراسة، أيام الثانوية والإعدادية والابتدائية، كنت أقلد الرسم، كنت أرسم في الطبيعة، وكنت دائما يعني أشوف رسامين وأقلدهم يعني. فكانت بدايتي يعني بدأت أتعلم الرسم يعني في الثانوية والإعدادية. جميل. وبالنهاية اخترت واستقرت على رسم الكاريكاتير من بين الرسوم، لماذا؟ الكاريكاتير هو يعني هو فن راقي جدا، وفن الكاريكاتير يوصل الرسالة بسهولة وسلاسة. نعم. ويشوفه كل الناس، يشوفه المتعلم وغير المتعلم، رسالته قوية جدا الكاريكاتير. هذا يعني انك عندك رسالة وتوصلها عبر الكاريكاتير، تمام. انت تكلمت عن انك تأثرت برسامين ربما يكونوا محليين وعربيين وعالميين، من هم؟ ممكن تسمي لنا؟ قبل هذا يعني هو انت تعرف انه اليمن ما في شيء، كان خدمة النت متوفرة كذا، لكن كنت متأثر بالصحف الموجودة التي كانت موجودة تصدر في اليمن، الذي هي الثورة وكذا. كنت أراقب الأستاذ الرسام الكاريكاتير محمد الشيباني مثلا، متأثر جدا بالأستاذ حميد المسوري، كنت أقلد له بعض الرسوم، هذا في بداية رسم الكاريكاتير يعني مثلا. نعم. وبعدها يعني لما درست الجامعة وكذا بدأت أتابع يعني عالميين ومحليين وكذا، ميا جحال، الأستاذ علاء اللقطاح، كارلوس، يعني فنانين وعملهم راقي جدا ويوصلوا رسالة. نعم.
جميل. وشخصيا كيف تختار افكار رسوماتك؟ من فين تستلهم الافكار؟ اختار الافكار هي كلها من الاحداث، من رحم المعاناه، من قصه انسانيه مثلا. يعني اتابع الاخبار وبعد تولد الفكره وابدا ارسمها. يعني حتى في بعض الاحيان يعني حتى وانا نوم يعني او فوق الباص او كذا ابدا استلهم الفكره، اخذها اكتبها في الورقه واكتبها على الايباد الذي ارسم عليها والتليفون، وبعدها اكمل الرسمه يعني وانا يعني كذا مرتاح او جالس في مكان ما. يعني جميل. استلهم الفكره من الحدث. جميل. تقريبا مثل ما فهمت انت تعمل في صحف ومواقع، هذه الصحف والمواقع هل تملي عليك الافكار ام انها خاصه بك فقط؟ هي لا تملي كثيرا، لكنها الاغلب يعني تترك المجال لنا، تترك المجال انه ارسم عن الاحداث بما يتناسب مع سياسه الموقع او سياسه الصحيفه او الى ما الى ذلك. يعني فالاغلب انه بنرسم، وانا ما ارسمش يعني لشيء خارج اطار الشرعيه او ضد اليمن او مشروع عن يعني مشروع اليمن الاتحادي. نعم. جميل. طيب نروح نشوف مجموعة من أعمالك ونرجع لنقاشنا. هلال، لاحظنا أن أغلب رسوماتك وأفكارك سياسية، ما السبب؟ السبب أنه كل الأحداث التي تمر من يعني إلى الآن 8 سنوات ونحن في حرب، أكيد كلها سياسية، والتشعبات والتحالف والانقلاب والشرعية وكلها أحداث يعني بنسطرها عبر رسوماتنا الكاريكاتورية. أكيد. نعم. الأحداث هكذا. طب لو عملت أنت لنا مقارنة سريعة بين أعمالك القديمة وحاليا من حيث الجودة والتقنيات التي تستخدمها. في البداية كنت أرسم على أوراق، يعني كان صعب جدا، كنت أرسم على أوراق ثم أصورها وأدخلها في سكينر أو ما إلى شابه، وبعدها أقوم بتلوينها، يعني كان متعب جدا وحتى النشف. بس الآن أستخدم لوح ضوئي أو عمل من هذا القبيل، يعني فيكون العمل أسهل وأسرع بكثير يعني. طيب وأكيد كلما يعني كلما الإنسان كلما رسم وكلما طور نفسه، كلما رسم الشخص وكلما كل يوم يمر يتعلم شيء. طيب لو تتكلم بتوسع أكثر عن البرامج أو الأجهزة التي تستخدمها عادة في الرسم. استخدم جهاز الايباد الذي هو النوت 10، او استخدمته قبل فتره الى 3، يعني استخدمته كثير، هو اكثر شيء استخدمه احد الرسم عليه، لانه ارسم وبنفس الوقت الون وانشر سريع يعني بسيط، يعني ابسط من اي عمل اخر يعني. من وهذا ما قصر. نعم. المسافه عليك. نعم هذا ما قصر، والان هو الان مش موجود لكن ان شاء الله يجي ان شاء الله. طيب لو تكلمني علميا، ما علاقه الفن الكاريكاتير بالواقع؟ انت ربطته بالسياسه فقط اولا، الان اشتي بالواقع الاجتماعي، بالواقع بشكل عام. كل اصلا الكاريكاتير كله هو يعني هو انتاج لما يحدث في الواقع، يعني
مثل القصة الإنسانية مثلا، أرسم القصة إنسانية، رسمت يعني كلها أحداث من الواقع نرسمها أو نبلورها إلى رسم كاريكاتور بحيث تصل الفكرة أسهل وتكون أسرع. كلها أحداث التي بنرسمها، أي شيء إحنا بنرسمه يعني بيأخذ مننا يعني بيأخذ مننا فكرة أكيد وواقع عشناه. يعني رسمنا قصص، رسمنا يعني القصة الإنسانية، وضع الإنسانية، المجاعة مثلا، الأوضاع السياسة بشكل عام، هذا كلها أكيد واقع. وكم ورسمت كثير جدا في الجانب الإنساني، ورسمنا للمعتقلين، هذا بالنسبة للعلاقة، رسمنا للمعتقلين، أرسم جميل، أرسم كثير جدا. وفي بعض يمكن الرسمات في بعض الأعمال يمكن ما أكتب عليها اسمي، ورسمت الأفلام وثائقية، رسمت أنيميشن، يعني من هذه الأشياء. نعم جميل. طيب كم عدد المعارض الشخصية والجماعية خلال مسيرتك الفنية التي أقمتها؟ المعارض كان لمعرض في 2011 في ساحة التغيير بصنعاء، هذا كان معرض خاص بي، وأخذت يمكن أول جائزة كأفضل رسام كاريكاتير أيام الثورة. جميل. ويعني في معي مشاركات كثيرة، يعني منها يوم الفساد العالمي كان مع نخبة من الرسام اليمنيين، كان في وزارة الثقافة برعاية وزارة الثقافة. وكان في معرض آخر شاركت فيها، كان في أقيمت معرض في تعز كنت مشارك فيها أيام الثورة، وفي تونس وفي مصر، وإن شاء الله في معارض أخرى بنقيمها ونشارك فيها، في معرض في فلسطين وغزة ومرور 100 عام على الاحتلال. يعني أنت تحضر هذه المعارض ولا بس يعرضوا يعني أعمالك؟ شاركتهم عبر النت. ها تمام. لا لا كان أعمالي في أعمال، لكني لم أحضر خارج الوطن. نعم نتمنى لك كمان تحضر وتفتتح معارضك هناك، وفي إن شاء الله معارض، إن شاء الله في معارض إن شاء الله ستكون قريب بنعدلها إن شاء الله، ربك تسهل ونكملها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب جوائز أخرى حصلت عليها إلى جانب حق 2011؟ لا يوجد يعني شهائد حصلت عليها من بعض المنظمات، بعض المؤسسات التي كانت تقوم برامج مثل يعني برامج قيمت في يعني عن الفساد، عن ختان الصغيرات، عن الزواج المبكر، عن كذا، هذا أخذت بها يعني شهائد، لكن الدرع ولا حصلت عليه في 2011. نعم. جميل. طيب سؤال أكثر شخصية، يعني أقرب عمل لك أو أكثر عمل فخور به وانتشر لك؟ لا أقول يعني الأقرب، أنه كلها الأعمال تأخذ مني وقت وتأخذ مني قضية وتأخذ مني قصة يعني أرسمها، لكن قولي يعني ممكن بالأوضح نقول صدى هذا العمل، يعني في أعمال كثيرة أخذت صدى كبير في كان صداها أكثرها مثل ما رسمت عن 26 الانقلاب حق 26 سبتمبر واحد الانقلاب، يعني رسمت يعني هذا نشر بشكل كبير جدا، وفي كل مناسبة ينشر 21 سبتمبر، هذه هو 21 سبتمبر. نعم. هذه هو انقلاب الحوثيين. نعم جميل. ايوه في 21 سبتمبر، 26 سبتمبر هم غيروها 21 سبتمبر. نعم نعم. انت كيف تتعامل مع في اعمال كثيرة. نعم. في الجانب الانساني وفي اليوم العالمي للطفل. طيب كيف تتعامل شخصيا مع أعمالك ورسوماتك؟ الكتاب في العادة يتعاملوا مع كتبهم كأبنائهم، وأنت كيف تتعامل مع رسوماتك؟ أنا أشوف أنها يعني نافذتي الوحيدة، الذي رسم الكاريكاتير هو يعني شخصيتي، بل نافذتي لسان حالي، بل نافذتي الوحيدة التي أتحدث بها للعالم يعني. جميل. أكيد. طيب بشكل عام كيف تقيم فن الكاريكاتير في اليابان؟ نعم فن الكاريكاتير يعني اليمن هم بلاد النكتة، ما تقولي كذا من هذا
لكن فن الكاريكاتير يعني يتداوله كثير جدا من النخب، يعني من النخب الى اقل اشخاص يعني في المجتمع، فكلهم بيشوفوا، لكن في اهتمام ما فيش الاهتمام المطلوب برسامي الكاريكاتير، مع انهم يعني بعدد الاصابع رسامي الكاريكاتير في اليمن بشكل عام. فعلا لا يوجد الاهتمام الكثير بهم، لكن نعم. وماذا عن طموحك الشخصي؟ أتمنى أن نكون أكثر عمل وأكثر إيجابية وأكثر شغل، نوصل رسالتنا للعالم، نوصل رسالة اليمن وما تمر به اليمن يعني عبر رسوماتنا وعبر أعمالنا إن شاء الله. جميل، وطموحتنا نكون أكثر ونشارك في معارض خارجية إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق. أشكرك جزيل الشكر هلال المرقب.